آخر خبر معانا النهاردة عن شركة التعمير لخدمات الصيانة، ودي شركة تبع وزارة الإسكان بتعمل صيانة للمشروعات اللي تبع الوزارة زي الإسكان الاجتماعي ودار مصر. وده موضوع مهم جدا اتكلمنا هنا فيه كتير. معانا على التليفون دلوقتي العضو المنتدب للشركة المهندس صلاح حسن. مساء الخير يا فندم. أهلا، مساء الخير يا فندم. إيه المدن يا فندم اللي انتوا شغالين عليها دلوقتي؟ هو لو سمحتي لي حضرتك بس يعني إيه عشان نعرف الناس في إيه هي الصيانة، لأن إحنا يعني على مدار سنوات سابقة ما كانش عندنا ثقافة صيانة ما بعد الإنشاء ما أو بعد صيانة ما بعد البيع. السكن أو تمام، البيع. صحيح بالظبط صحيح. كده. فإحنا كده يعني الحمد لله بيبقى في أفكار خارج الصندوق بما لا تكلف المواطن أي شيء، وبنحافظ على العقار لزيادة العمر الافتراضي ليه، بالإضافة إلى تقديم الخدمة للمواطن اللي قامت الدولة بإنشاء مشروعات سكنية عملاقة ضخمة في مجال الإسكان الاجتماعي لمحدود الدخل، وفي مجال سكن مصر ودار مصر جنة وجنة لشريحة متوسط الدخل. وبالتالي كان فكر الدولة متمثلة في وزارة الإسكان وهو إنشاء شركة متخصصة لصيانة العمارات والوحدات وصيانة أنواع أخرى من الإسكان الفاخر وغير الفاخر. وبالتالي تم إنشاء شركة التعمير لصيانة الإسكان الاجتماعي ودار مصر، ودي شركة مؤسسة طبقا لقانون 159 بمساهمة جهات وزارة الإسكان التي تتمثل في صندوق الإسكان الاجتماعي، هيئة المجتمعات العمرانية، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، المقاولين العرب، ودي اللي بتقوم بأعمال الصيانة لوحدات الإسكان الاجتماعي. مشروعات إسكان اجتماعي بس يا فندم ولا كله؟ لا، إسكان اجتماعي ودار مصر وسكن مصر وجمع، بالإضافة إلى نظافة بعض الأحياء في بعض المدن، نظافة وصيانة لأحياء سكنية بالكامل داخل المدن الجديدة. حضرتك سألت سؤال، الشركة شغالة فين؟ الشركة شغالة تقريبا على مستوى الجمهورية بالكامل. على مستوى يعني الجمهورية بالكامل. يعني احنا عندنا حجم عملنا اللي احنا بنشتغل فيه دلوقتي ما يقرب من 450 ألف وحدة سكنية في مجال الإسكان الاجتماعي. عندنا ما يقرب من 13,000 عمارة سكنية في مجال في دار مصر وسكن مصر ودار وجنة، وبالتالي وبالإضافة إلى أكثر من 12 مشروع لصيانة الأحياء ونظافة الأحياء السكنية داخل المدن الجديد. إيه الحاجات هذا يا فندم الكلام اللي إحنا بنعملها في المشروعات؟ يعني صيانة مباني وشوارع، حضرتك قلت لنا دلوقتي نظافة، يعني ايه الحاجات التاني اللي احنا بنعملها؟ في حاجة محددة معينة بنتم؟ ده سؤال مهم جدا وانا بحيي حضرتك عليه. ده استكمالا اللي احنا كنا بنقوله في الاول، ان هي عبارة عن صيانة العقار وصيانة المكان لزيادة العمر الافتراضي له. يعني على سبيل المثال وليس الحصر، العمارات السكنية حضرتك ممكن تبص في العمارات السكنية المنشأة قديما دايما تلاقي فيه رشح على الوجهات نتيجة يحصل فيه ان في عمارات بيبقى فيه كسر البواسير الرئيسية الخارجية في الواجهة على العمارة. فبالتالي اهم بنود الصيانة هي صيانة أعمدة الصرف والمياه الخارجية اللي موجودة على الواجهات، بالإضافة إلى صيانة أعمال السلالم والمنافع المشتركة زي السلم، الدرج اللي بيتكسر، زي اللمبات الكهرباء اللي بتتحرق، زي الشبابيك السلالم اللي بتتكسر، زي الأرصفة اللي حوالين العمارات اللي هي برضه بتتكسر، كل دي بالإضافة إلى النظافة الداخلية عن طريق المسح والكنس للسلالم اللي هي الأجزاء المشتركة، وتطهير المجاري في المواد المطهرة زي غرف التفتيش، زي الجليترابات، زي غيره، عشان أنت عارف حضرتك بيحصل فيه نتيجة ان هذه المياه بتبقى مياه ملوثة، بيبقى مكان او مزرعة للحشرات، فبيحصل فيه تطهير، بالاضافة الى سقية السطح من فوق سنويا على اساس لو في امطار او في سيول حصلت ما ينزلش الامطار دي وترشى على او تنزل على الدور الاخير او تنزل على الواجهات. ده بتكون ده بتعمله صيانة داخل العمارات السكنية.
اما بالنسبه للشوارع فطبعا دي موضوع صناديق القمامه اللي موجوده منتشره على مستوى الاحياء، بالاضافه الى نظافه الشوارع نفسها، بالاضافه الى لو في اي حاجه في البردرات، في حاجه في الارصفه. يعني الخلاصه ان عشان يظهر الحي بالشكل العام اللائق لمكان داخل المدن الجديد. المهندس صلاح حسن، العضو المنتدب لشركه التعمير للصيانه، بشكرك شكرا جزيلا يا فندم.